حديثنا اليوم إن شاء الله عن Global Radiation Map، وده بيرجعنا عندنا فلاش باك للشخصية في الصورة دي اللي هي دي خالتي أخت أمي، أصيبت بمرض السرطان الكانسر وفقدتها بسبب هذا المرض. حقيقة كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي، يمكن الخالة أم زي ما بقول مش كده، وفي كمان يعني ما أي خالة، في خالة ممكن تكون عزيزة جدا عليك بمثابة أمك، عندها أفضال كبيرة جدا عليك، ربتك، والمهم تفاصيل ما عايزين نخش فيها. المهم في الموضوع، فترة من الفترات أنا كنت عايش حالة بتاع الصدمة، فكانت عندي حقيقة كثير من الأفكار السلبية والإحباطات وما إلى ذلك، ففكرت في أنه أنا كيف أقدر أغير الحاجة دي وأحول المزارة دي لشنو، لطاقة إيجابية أقدر أوظفها في حاجة تكون مفيدة ونعالج بها المشكلة اللي حصلت قدر الإمكان. خالتي دي يا أخواننا كانت عايشة في الشمالية في منطقة قرية بسيطة، الأطعمة اللي بتاخدها هي كلها عبارة عن أطعمة طبيعية أورغانيك فود، ما فيها زي ما بقول شنو، ما معدلة وراثيا، ما في أسمدة كيميائية بتستخدم، ما في أي حاجة أخواننا من الأشياء الممكن تأثر سلبا على صحة الإنسان. وبنتكلم إنه الكانسر السبب الرئيسي فيه زي ما معروف بالنسبة للناس اللي هو بعد ما أنا كان فكرت في الكلام ده مشيت بديت أبحث في الموضوع ولقيت إنه الـ DNA بتاع الخلية أخواننا هو إذا حصل فيه تدمير أو تشويه دي بتكون البداية شنو للمرض بتاع السرطان. وبدأت أفتش عن الحاجة دي، طالما إنه استبعدنا المسألة بتاعت الأسمدة والكيماويات والنباتات المعدلة وراثيا وما إلى ذلك، الأشياء دي استبعدناها، بقى لي خيار وحيد اللي هو ممكن يكون هو السبب، إنه السبب ليها في المسألة بتاعت السرطان اللي هو المسألة بتاعت الإشعاعات أو الراديشنز. وحقيقة أنا تخصصي هندسة كمبيوتر، يعني أنا بعيد من المجال بتاع الإشعاعات والمجال بتاع المجالات الفيزيائية، لكن بدأت أبحث في الموضوع، بدأت أفتش، لقيت ناس الـ MIT عندهم حاجة اسمها الـ MIT Open Courseware، نزلت كورسات وبدأت أقرأ عن الموضوع، وبعد ذلك طرحت بوست في سودانيزو أونلاين عن الموضوع ده بأنه أنا عايز أعمل خارطة إشعاعية Radiation Map. الخارطة الإشعاعية دي بتورينا معدلة الإشعاعات في أي منطقة في السودان، وطرحت مبادرة لمشروع سميته سودان Radiation Map Project أو الخارطة الإشعاعية للسودان، وعايز إنه أنا أقدر ألقى تجاوب من ناس يمكن يفيدوني في هذا الموضوع. المشكلة بداية إنه أنا بعض الآراء إيجابية بعض الآراء سلبية، طبعاً أكيد بتلقى الناس الآراء السلبية يمكن تكون أكثر في الموضوع ده، وما كان عندي حل غير إنه أنا أشتغل براي. فالفكرة الأولى كانت إنه أنا أجيب جايجر كاونتر أو الجهاز اللي بيقرأ الإشعاعات، وأجيب جهاز بتاع GPS عشان أقرأ به الكوردينات بتاعت الساتلايت، وأبدأ أقرأ في كل منطقة وأدون المسألة دي في دفتر عادي زي ما شايفين هنا، عندنا هناك الجايجر كاونتر، ده جهاز GPS وده اللي هو دفتر، وأبدأ أدون في النتائج عشان أبدأ أكون في شنو في خرائط إشعاعية. رويدا بدأت أكتشف إنه أن المسألة دي بطيئة جدا جدا لبلد زي شنو؟ زي السودان، بلد مترامي الأطراف، بلد ضخم جدا جدا. فبدأت أفتش عن بدائل لهذه المسألة، ما في حل آلي يكون أحسن من كده. طيب أوكي، نحن ناس درسنا كمبيوتر إنجينيرينج وعندنا فكرة كويسة في البروغرامينج، لكن برضو محتاج شنو أخوانا؟ محتاج إنه أنا أصل جهات تانية ممكن تساعدني وتدعمني. وبدأت أفتش لغاية ما وصلت لليابانيين اللي هم أكثر ناس متخصصين في هذا المجال، خاصة إنه اليابان تقريبا من أكثر الدول اللي عندها مفاعلات نووية ومن الدول اللي مرت عليها كوارث، يمكن الكارثة بتاعت فوكوشيما دياتشي مشكلة المفاعل اللي هو كان حصل فيه الانفجار. ففي منظمة اسمها سيف كاست وده اللوجو بتاعها، راسلت المنظمة بتاعت سيف كاست. سيف كاست كانوا مميزين من دون الجهات الكثيرة اللي عملت خرائط إشعاعية في اليابان بأنهم طوروا جهاز اسمه البيجاي جينانو، واللي هو الجهاز الموجود هنا قدامنا. طيب ده الجهاز بشكله الكامل، الجهاز ده عنده ميزات مهمة جدا جدا بتعالج لي المشكلة اللي كنت بعاني منها في الأول. أول حاجة فيه موديول بتاع ساتلايت، يعني لو فتحنا هنا الجهاز فيه موديول بتاع ساتلايت، فيه موديول بتاع ميموري بخزن البيانات هنا في الذاكرة، فيه السنسر بتاع الراديشن اللي هو بيقرأ الإشعاعات وبيقرأ أربع أنواع، بيقرأ الألفا والبيتا والجاما والإكس راي، وبيخزن المزار دي في ذاكرة، وعاملين سوفتوير بتترفع الملفات في ويب سايت، وبكون في تكوين للخرائط بصورة آلية بعد ما الإنسان يرفع شنو الملف ده بالضبط. كان شنو الحاجة اللي أنا كنت بفتش عليها. طيب
بعد ذاك راسلت منظمة سيف كاست في شخص تحديدا اسمه أسبي براون، أنا أشكره جدا من هذا المكان، هو كان متابع الملف بتاع السودان ووافقوا في النهاية إنه يبدو معانا، يدونا جهاز واحد نشتغل به. والجهاز أخواننا ما بيجيك بالصورة اللي أنتوا شفتوها هنا قدامكم، الجهاز بيجيك قطع صغيرة جدا جدا، ابتداء من الريزستر اللي هي المقاومة الصغيرة وانتهاء بأكبر جزء من الجهاز اللي هو السنسر بتاع الراديشن، وده أهم جزء من شنو، أهم جزء في الجهاز، وده الجزء هون المسؤول من قراءة الإشعاعات، إنه يلتقط الجسيمات بتاعت ألفا وبيتا وجاما وإكس راي. المهم دي كانت الورشة الأولى اللي اتعملت بخصوص هذا الموضوع بعد استلام القطع، زي ما شايفينها في أكياس صغيرة موجودة في الترابيزة. وديل الشباب اللي هم زملاء الدرب والناس أول متطوعين في هذا المشروع، بدأنا أسسنا مع بعض سودان راديشن ماب بروجكت، وبدأنا بعديها الورشة بتاعت التجميع زي ما شايفين من هنا، بدأنا نجمع في القطع الصغيرة بتاعت الجهاز لغاية ما في النهاية اكتمل شنو الجزء الأخير اللي هو تركيب الراديشن سنسر، شفناه قبل شوية. والنتيجة النهائية زي ما شايفين هنا الجهاز قدامكم كان منه يخش الكيس. عملنا تجربة للجهاز بعد ذاك، هو بيخزن البيانات في الذاكرة بالصورة اللي انتم شايفينها هي قدامكم، والمعلومات اللي هي شنو بيخزن لنا التايم ستامب اللي هي الزمن اللي اتخذت فيه القراءة بتاعت الإشعاعات، بيدينا الكوردينيتس بتاعت الساتلايت، بيدينا المعدل بتاعت القراءة بتاعت الإشعاعات بوحدتين اللي هم السي بي ام اللي هو كاومن بير مينت، وعندنا كذلك الوحدة الثانية اللي هي المايكرو سيفرت. ودي بعد ما رفعنا البيانات بدأت تتكون لنا الخرائط الإشعاعية، وزي ما شايفين في اختلاف في الألوان، الجزء هناك من الصورة موضح فيه الكابتشر آت كده اللي هو تايم ستام في اللاتيتيود واللونجيتيود والكوردينات في الساتلايت، وعندنا سي بي ام اللي هي كاونتر مينت، وعندنا المايكرو سيفرد. لكل نقطة من النقاط اللي انتم شايفينها هنا قدامكم هي بتحمل كل المعلومات المذكورة بالصيد الثاني. بداية أنا ما عندي عربية، بركب مواصلات. طيب الحل شنو؟ انا جهاز محتاج يتركب شنو اخوانا في عربيه، اقعد انتظر عربيه؟ ما عندي عربيه، اشتري عربيتين الله اعلم. ركبت المواصلات، كنت بركب الحافل الكريز في المقعد الاخير وبركب الجهاز في الصايد البره هناك، عشان الجزء ده فيه خصوصيه شويه، وبعدين شنو بيكون هو محمي. وبدأت اشتغل في الشغل بتاعي، وبرضه كذلك يعني الشباب كانوا بيطلعوا معي، مرات بتطلع حتى معي زوجتي، وكنت بختار بالذات الخطوط الطويله زي جبل اولياء مثلا، الخرطوم جبل اولياء. بالمواصلات انا قدرت حققت اكثر من 100 الف نقطه اشعاعيه في فتره وجيزه جدا جدا. كذلك عندنا الزملاء شاركوا، اللي عندهم سيارات شاركوا بهذه المساله. السفر كذلك يعني الكلام ما كان بدايه كان صح في الخرطوم، لكن احنا كنا مركزين على شنو؟ على الولايات اكثر من شنو؟ اكثر من الخرطوم، لانه جبنا احصائيات ولقينا انه فيها في ولايات فيها نسبة السرطان مرتفع جدا جدا، نقيضا لشنو؟ للاسلوب بتاع الحياة اللي هم بيعيشوه، في تناقض في المزرعة دي، ممكن هو الزول حياته كلها عايش بصورة طبيعية وهو يكون نسبة السرطان هناك عندهم مرتفعة بصورة كبيرة جدا. يمكن ولاية الجزيرة مفهومة بالنسبة لنا، الأسمدة مستخدمة فيها أسمدة كيميائية والمهم معروفة بالنسبة للناس، أما ولاية زي الشمالية جبال النوبة مثلا معروفة إنه فيها نسبة بتاعت يورانيوم بصورة كبيرة جدا جدا، تؤثر سلبا على حياة الإنسان. وكذلك عندنا زميلنا باشمهندس محمد عبد العال دخل لنا الشغل بتاع درون الطائرات بدون طيار، بانه بقينا نحمل الجهاز اللي هو البيجاي جنانو في شنو في الطائرات بدون طيار، عشان نقرا بها بعض السلاسل الجبليه الوعره، يعني زي المنطقه بتاعت العقبه مثلا بتاع برسوان كمثال، انا ما بقدر اقراها عن طريق عربيه ولا انا اتحرك فيها مثلا برجولي او كذا. فدي برضو من الحلول ان شاء الله هي مستقبليا معولين عليها كثير، انه تساعدنا في انه نغطي مساحات كبيره. كذلك دخلنا المشاريع بتاعت التخرج للناس المتخصصين في مجال الأشعة والفيزياء وحتى مجالات الطب اللي عايزين يستفيدوا من المسألة دي في مشاريع التخرج، بنحدد لهم جزء مساحة معينة في السودان يمشي يقروها، ومركزين على الصحراء حتى، يعني مش المناطق بس القرى ولا الطرق، لكن حتى شنو حتى الصحراء نحن مركزين انه نقراها عشان نثبت او ننفي حتى وجود النفايات النووية شنو اللي هي عاملة او هي عامله حاجات متعبة الناس في هذا المجال. طيب المشروع بتاع السودان الراديشن ما بروجكت مشى كويس، وجونا شباب كان مره من الخليج، وفي قاعده في شارع النيل بدوا يتناقشوا معنا، فيهم ناس متخصصين في مجالات الفيزياء في الطب، وفيهم ناس في مجالات اخرى، فاعجبتهم التجربه وحبوا يعني هم كمان يعملوا خرائط اشعاعيه في شنو؟ في البلدان اللي هم قاعدين فيها، رغم سودانيين لكن قاعدين في شنو؟ في دول ثانيه. ومن هنا جاءت الفكره بتاعت شنو بتاعت الحياه سميناها شنو جلوبال راديشن ماب، الخارطه الاشعاعيه
العالمية بأنه بدل ما يكون بس هو مشروع للخارطة في السودان فقط، ليه ما يكون كل دول العالم شنو داخلة في المشروع ده؟ ودي بعض الدول اللي تم تغطيتها الآن. وطبعا احنا نقول ان الكلام ده بالتعاون مع منظمة شنو سيف كاست ان اسوسيشن وذ سيف كاست، عندنا ترخيص رسمي بهذه المسألة. كذلك دخلنا حاجة جديدة في الموضوع اللي هو عندنا ويب سايت الجلوبال راديشن ماب، ده فيه ويب سايت كذلك بيهتم بشنو بالسولار راديشن ماب، ودي بنجيبها داتا جاهزة من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. الحاجة اللي احنا جبناها جديدة ما شغالين على اليابانيين الآن، انا بتكلم عن مستوى العالم، اللي هو انه احنا عايزين نعمل خرطة إشعاعية للمياه الجوفية على مستوى العالم ابتداء من القرى بتاعتنا. ودي اكبر مشكله مواجهنا، لان اخواننا المويه ما زي بقيه الحياه، يعني لو شلت عينه بتاعت مويه عشان تمشي توديها لمعمل تقرا نسبه الاشعاعات فيها في اثناء تحركها من منطقتها دي لغايه ما تصل معمل هيزن، فساتكون تاثرت بشنو باشعاعات، الاشعاعات دي موجوده حوالينا في كل مكان، فالقرايه ما بتكون دقيقه، لابد يكون في تشامبر، والتشامبر ده بيسحب كميه من اللترات بتاعت المويه وبيعمل كالكوليشن في المسافه دي لغايه ما يديك فعلا هي الاشعاعات كم. ودي حاجه بتكلفه عاليه جدا جدا، ساعين الان في انه نوفر لها فند. لكن الحاجه السهله بالنسبه لنا الان كمهندسين بتاع الكمبيوتر في تخصصنا نحن، ان لقينا بديل للجهاز بتاعنا سيف كاست، اللي هو انه في ميني كمبيوتر اسمه راسبري باي، والراسبري باي ده بيشتغل بانظمه التشغيل اللي هي لينكس، وبنطور عليه الانظمه بتاعت القرايات عن طريق اللي هو بالنسبه للاشعاعات نركب الراديشن سنسر وبقيه الدوائر الالكترونيه الثانيه عشان يدينا في النهايه شنو جهاز لقراءه الاشعاعات. ميزه الجهاز ده شنو وفرقه شنو من الجهاز بتاعنا سيف كاست اللي شفناه قبل شويه؟ الجهاز بتاعنا اللي بنطور فيه جديد الان، الحاجه الاولى عنده امكانيه يا جماعه انه يعمل ابديت في الويب سايت مباشره. الجهاز بتاع اليابانيين اللي شغالين به الان بنشيل بعد ما نقرا القرايات نجي نشيل نرفع نعمل ابلود شنو للفايل في الويب سايت حتى من بعد ذاك تتكون الخرائط الاشعاعيه. لا هنا طوالي حيرسل عن طريق شنو؟ عن طريق مودم بتاع جي اس ام بيرسل طوالي مباشره، بيعمل اذا ينشئ الخرائط الاشعاعيه بصوره مباشرة. ومن الحاجة دي جاءت الفكرة بتاعت إنه يكون في محطات لمتابعة الإشعاعات، تعمل مونيتورينج للإشعاعات في كل مدينة. يعني الخرطوم مدينة مثلا يكون فيها محطة، والخرطوم بحري ومدرمان ثلاثة محطات، برصدان محطة، عطبرة محطة، دنقلة محطة. ده بالنسبة للسودان. أما الجلوبال راديشن ماب فهي في كل الدول الخاشية في الموضوع ده. المحطات دي أخواننا في الحقيقة محطات قراءة الإشعاعات ورصدها بتكلف يعني آلاف الدولارات. نحن الآن بنعمل في محطات في تكلفتها في حدود $200. الجهاز بتاع الراسبري باي $40، وعندنا نجيب الراديشن سنسر، عندنا جهات الآن بتقدم لنا دعم بخصوص إنها توصل لنا الراديشن سنسر مجان، وبقية الكومبوننت والقطع الإلكترونية الثانية موجودة ومتوفرة ما عندنا فيها مشكلة. فإذا المحطات الإشعاعية الموجودة في كل مدينة بتعمل لنا أبديت في الويب سايت مينت باي مينت، يعني أنت كل ما تخش في كل دقيقة بيحصل تحديث شنو؟ عن طريق تقنية الأيجاكس لشنو للداتا بتاعت الراديشن، بالتالي انت بتتعرف على الوضع بتاع الإشعاعات مينت باي مينت في الويب سايت. طيب ده الريسيرش سنتر الموجود، يمكن في صورة هنا لو لاحظتوا لروبوت كان اتكلم عن باشمهندس محمد عبد العال في موضوع المشاريع الزراعيه. نفس الروبوت ده بيتركب في الطياره، اذا في منطقه فيها نسبه بتاعت اشعاعات عاليه بدل ما نخشها نحن تمشي الطياره بدون طيار تصل المنطقه، والروبوت ده شنو يا اخواننا ياخذ لنا عينات من التربه عشان بعد ذاك نوديها للمعامل لتحليلها، ونجنب الانسان او الفولنتير المتطوع الموجود معانا في المنظمه الخطوره بتاعت التعرض للاشعاعات. ليه الخرائط الاشعاعيه؟ لانه يا اخواننا بتحصل كوارث، ودي حصلت قبل كده كتير. يمكن الحياة المشهورة الانفجار المفاعل بتاع تشيرنوبيل اللي هي الصورة الفوق، كذلك قريب المفاعل بتاع فوكوشيما دياتشي، وحوالينا أخوان الآن الكثير من المفاعلات. يمكن قريب مننا الإيرانيين مثلا عندنا مفاعلات، وإن كان بيقولوا إنها مفاعلات للكهرباء لكن شنو أخواننا هي ممكن نحصل فيها كارثة. إيران الآن معرضة لزلازل، يعني ممكن يوم من الأيام تحصل كارثة. الإسرائيليين عندهم مفاعل حوالينا، الإماراتيين الآن هم برضو ساعين إنه يعملوا مفاعل لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن أخواننا اليابانيين بكل التكنولوجيا اللي عندهم والروس بكل الإمكانيات اللي كانت عندهم حصلت شنو أخواننا كوارث وأثرت سلبا. يعني مفاعل فوكوشيما سوري المفاعل بتاع تشيرنوبيل في ناس وصلتنا إشاعات وتضرروا
ليه؟ لأنه المعلومة ما وصلت لمدة كم يوم، يمكن قريب أسبوع كانت السلطات الروسية متكتمة على هذا الموضوع. فلو كانت موجودة محطات بتاعت رصد إشعاعي ومحطات إنذار مبكر ما كان حصلت هذه المسائل. وعشان ما نمشي بعيد ونتخيل إنه دي حاجات بعيدة مننا، في السودان هنا وده قدامنا هنا خبر، في واحد من الحقول بتاعت النفط حصل فيها تسرب إشعاعي. ليه؟ عندهم أجهزة بتاعت إشعاعات. خلنا الإشعاعات عند الأجهزة الإشعاعية استخداماتها كثيرة في المجال الطبي، في مجال الطيران، في النفط عندهم بيجروا بيها الآبار بتاعت النفط. فالجهاز بيطلعوه من الكونتينر حقه عشان يعملوا بالقرايات، مفترض يرجعوه في الكونتينر. نسوا الجهاز برا الكونتينر لمدة كم؟ لمدة 3 أيام. نتج عنه ضرر كبير جدا للمهندسين والفنيين الشغالين في الحقل، وبالتالي القرى الممكن تكون شنو اخواننا قريبه من هذه. ليه؟ لعدم وجود حتى محطه بتاعت انذار مبكر ممكن تنبه انه والله في خطوره من هذه المساله. بل الأسوأ من كده، لو قريته في الخبر انه للمره الثانيه خلال 3 أشهر تعرضت الشركه الوطنيه الصينيه لتسجيل الابار الى حادث تسرب اشعاعي. المره الثانيه كانت سرقه، اتسرق الجهاز ذاته، في ناس جه سرقوا الجهاز المشع ذاته ماشيين يبيعوه في دوله ثانيه. المهم تخيلوا الجهاز يجي يتخزن في واحده من القرى او المدن، والتاثيرات السلبيه للمواطنين ممكن يكون حوالينا بانه يحصل دمج او يحصل تشويه تدمير او تشويه للحمض النووي في الخليه، وبالتالي ينتج عنه مرض السرطان. بالتالي يعني احنا اهتمينا بانه كمان نربط القاعده بتاعت البيانات حقتنا دي بان جيت واي بتاعت اس ام اس. اذا وصل المعدل عندنا معدلات لغايه مثلا 100 سي بي ام 100 كاونت بير مينت، اذا وصلت 100 سي بي ام طوال تجي رسائل بتاعت اس ام اس تنبيه لانه يا اخي المنطقه الفلانيه الان فيها نشاط اشعاعي اعلى من شنو؟ من المعدلات الطبيعيه اللي هي وصلت معدل الخطر، وبالتالي الناس ممكن تتحرك وتجابه هذه المشكله. الكلام ده اخواننا مش عشان نحن بس، نركز اخواننا عشان اولادنا، عشان الجيل الجاي، عشان نحن اخواننا عندنا مسؤوليه حقيقه تجاه هؤلاء الاطفال الصغار وتجاه مجتمعنا وتجاه اهلنا. شكرا جزيلا لكم.